طيب نروح لموضوع آخر. وبارح وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعلنت عن وصول عينات من الكويكب بينو. العينات دي وزنها تقريبا 250 جرام من الصخور والغبار. الكبسولة اللي بتحمل العينات هبطت في الصحراء الغربية لولاية يوتا الأمريكية بعد مهمة دراسة الصخرة مدتها 7 سنين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور أسامة شلبي، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف. أهلا وسهلا بك يا دكتور، صباح الخير عليك. أهلا، صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ منى. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور. بدايه لما نيجي نتكلم عن اهميه الصخور الخاصه بكويكب بينو وليه درسناها اصلا؟ ده سؤال مهم جدا لحضرتك، لان احنا بندور على كيفيه نشاه وتطور المجموعه الشمسيه اللي منها الارض. وبالتالي مش بنبحث عن اي كويكب، ولكن بنبحث عن كويكب هو الاقرب الى نوعية الصخور اللي موجودة على الأرض. فالكويكب يعني بيمثل لنا إنجاز جديد في علوم الفضاء بالحصول على عينة من هذا الكويكب والعودة بها إلى الأرض. ده وراه تاريخ كبير من البحث والدراسة. المركبة الفضائية اسمها أوزيريس ريكس، وكلنا نعرف القصة اللي فيها تاريخ مصر القديم، إيزيس وأوزيريس. طب عشان كده اتسمت المركبة الفضائية باسم هذا التاريخ العريق لمصر. ابتدت سنة في اكتوبر بالتحديد 2020 تلامس الكويكب الذراع الخاصة بهذا هذه المركبة. الذراع دي مصممة على أساس ما يعرف بـ touch and go اللي هي تاج، بحيث إن إحنا مش هننزل على سطح الكويكب، ولكن هنلف حواليه بدقة عالية جدا، بحيث إن إحنا بنعمل تفتيت لبعض الصخور، وبعد كده بيعمل حقن او نفخ بغاز النيتروجين علشان ما يحصلش اي تغيير في المركب الكيميائي ليها، وبعد تطايرها بيتم التقاط هذه العينات اللي احنا قلنا 250 جرام من العينه. طريق العوده لم يكن بالسهل، ولكن كانت مهمه فضائيه ناجحه لوكاله ناسا بعوده ال المهمة بالعينة يوم الأحد 24 سبتمبر الماضي. إن شاء الله هيبقى في بعد كده تحليل للعينات لفهم أكثر وأكبر لنشأة وتطور المجموعة الشمسية من حيث المركبات الكيميائية اللي موجودة فيها من عناصر كيميائية مختلفة. طيب دكتور، بجانب هذا السبب طبعا حضرتك أفدتنا بيه الآن من فكرة اختبار وتحليل وجمع هذه العينات من كويكب بينو، لكن كان في حديث آخر أن وكالة ناسا بترغب في معرفة المزيد عن الجسم الجبلي لأسباب مختلفة، من بينها مخاوف من ضربة لكوكبنا خلال 300 سنة اللي جايين. الكلام ده صح ولا لا يا فندم؟ الكلام ده صحيح، لان احنا لازم نخلي بالنا ان احنا عندنا حاجه اسمها حزام من الكويكبات. ولو شفنا الرقم بتاع الصخر دي هنلاقيه 101955، فتتخيل العدد قد ايه من الحزام موجود من الكويكبات في هذا الحزام. الحزام الكويكبات ده موجود ما بين مجموعه الكواكب الداخليه ومجموعة الكواكب الخارجية. المجموعتين الكويكبات دي بتمثل البنية الأساسية لنشأة المجموعة الشمسية، ولذلك كان اهتمام العلماء بها. طيب أي كوكب من هذا العدد أي كويكب من هذا العدد الهائل اللي احنا هنروحه ده كان محتاج دراسة زي ما حضرتك، أكثر من 7 سنوات. المهمة استمرت أكثر من 3 سنوات. لكن أنا عايز أقول هنا
اللي وراء المهمة الفضائية من تقدم علمي وتكنولوجي هائل، سواء في الملاحة الفضائية علوم وهندسة هذه الملاحة، حتى نصل إلى الهدف. عارف حضرتك ده على بعد كام كيلو متر احنا رايحين؟ على بعد 321 مليون كيلو متر. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت على ضعف المسافه ما بين الشمس والارض. صحيح، رحله العوده تقريبا استغرقت سنتين يا فندم، مظبوط؟ بالظبط بالظبط كده، فده كان بالنسبه لنا انجاز ان انت تروح على ضعف المسافه وتحقق الهدف وترجع بأمان وسلام بنجاح. النقطة الأهم إن إحنا بنصور وبنشوف اللي بيحصل أثناء التقاط العينة، أثناء تفتيت الصخور. ده معناه أن لدينا علم خاص بالارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي شديد الدقة، كمان علم الاتصالات الفضائية، اتصالات الفضاء، ده علم كبير جدا، بحيث ان انا اقدر اوصل بالصوره للارض من على بعد 300 مليون كيلو متر. كل هذه الانجازات بتصب في صالح التطور والتقدم العلمي في صناعه معرفه تخدم الارض. طبعا بمعنى ان صناعه الفضاء، صناعه النانو تكنولوجي اللي عمل هذه الزراع بهذه الدقه، صناعة الذكاء الاصطناعي، صناعة الفضاء أو اتصالات الفضاء، كل هذا يصب في علوم وتكنولوجيا الفضاء. لا نذهب إلى هذه الأجسام ولا بهذه الرحلات المكلفة إلا من أجل الأرض. نحن نذهب للفضاء من أجل الأرض، من أجل حضارة علمية وتقدم علمي يخدم البشرية على سطح الأرض. يمكن السبب ده يا دكتور يعني الرحلة القادمة للمركبة أوزوريس هتكون لاستكشاف كويكب آخر يمكن أبوفيس، وهو دي في الإطار يعني البحث المستمر لتاريخ الأرض حتى بعد 4.5 مليار سنة. كل الشكر ليك الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، كل الشكر لحضرتك.